جن النهارده سبانيش ايه؟ طرحت ايه وسبانيش ايه من امتى يعني الحاجات دي؟ لا طبعا مش مقبول الكلام ده. البسي زي ما احنا متعودين ان احنا نلبسه، ماشي؟ الموضوع منتهي، النقاش منتهي في الكلام. يلا سلام. والله يا جماعة بستغرب قوي على الواحدة اللي تقول ان هي محجبة، وان يعني في حجاب، ولقاها محجبة ولابسة بنطلون، لا مش عارف مطلعة حتة من شعرها من الطرحة، لا مش عارف عاملة طرحة سبانيش ومبينة رقبتها. هو الحجاب ايه مفهوم الحجاب عندكم؟ انا مش عارف. يا ريت الواحدة قبل ما بتتحجب تقرا كويس قوي عن الحجاب، تعرف ايه شروط الحجاب، مش اللي هو مجرد هي طرحه بحطها على راسي. ما هنا الناس الاجانب بيحطوا طرح على راسهم عادي عشان الشمس، فرقت ايه عنهم؟ وبيبقوا برضو مبينين شعرهم، مبينين رقبتهم، صدرهم مفتوح. فيا ريت يعني الحجاب ده له مقاييس، لما نيجي نتكلم عن حجاب لازم نشوف ايه شروط الحجاب، والا بلاش منه. لان معلش لما واحدة هتشوفك مش محجبة وهتشوفك بالمنظر ده او كده، اذا كانت هتقلدك على غلطك وهتنفذ الوضع ده، وساعتها هتشيل وزرها ووزرك، او ان هي هتقولي هو ده الحجاب اللي انت شايفاه، طب انت مبينة شعرك، وهتعرضي نفسك للانتقاد. لا، يبقى بنقصه احسن. يا اما نلتزم بالحجاب صح وبشروطه صح، يا اما بنقص الحجاب خالص. ده من وجهة نظري، ويا ريت اسمع ارائكم في التعليقات. مساءكم فرحان.